لازلنا إذا مع حضراتكم في إطار متابعة هذا البث الحي والمباشر من مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ولا تزال إذا ترانيم هذا القداس قداس عيد القيامة مستمرة نتابعها مع حضراتكم لحظة بلحظة. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور نبيل صموئيل المدير العام للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية سابقا. دكتور نبيل كل عام وحضرتك بخير. ليست المناسبة الأولى التي تمر على حضرتك بطبيعة الحال، ما هي أوجه الشبه أو الاختلاف الحاصلة على المستوى الطقسي، على المستوى مظاهر الاحتفال، على مستوى البيئة الاجتماعية التي صرنا نحياها الآن وما كان سابقا؟ الطقسي الحقيقة نفس الممارسات، نفس الاحتفالية بالعيد، لكن على مستوى المناخ طبعا احنا بنقول ان الارهاب لم يمنعنا لا ولن يمنعنا من ممارسة عبادتنا من الصلاة، ولا يمنعنا من التماسك. تماسك النسيج الوطن سيظل صامدا مهما كانت التحديات ومهما كانت العمليات الإرهابية التي تدبر لمصر وللنسيج المصري سواء كان من الداخل أو الخارج. هذه شهادة للعالم كله، مصر صامدة، وأننا نحتفل بالعيد برغم الأحزان وبرغم ما مررنا به من ظروف صعبة وقاسية، لكننا نحتفل. دكتور نبيل، على مستوى المحيط الاجتماعي، على مستوى تلقي التهاني، على مستوى الإطار العام المنظم لهذه الاحتفالات كما عهدناها سويا سابقا، هل ترون أن ثمة جديد فيها إيجابا أو لا سمح الله سلبا؟ لا، إيجابا طبعا. زاد التماسك، زاد التواصل بين أبناء الشعب. أنا لم يسكت تليفوني من الصباح. نعم. كل المهنئين من أصدقائي وأحبائي المسلمين والمسيحيين يهنئون، وهذه أيضا شهادة حقيقية عن الشعب المصري الأصيل. دكتور نبيل، يعني مفهوم تماما أنه قديما قيل أنه من رحم المحن تتولد المنح كما يقولون، ومن رحم المعاناة تأتي المسرات، لكن طبعاً فكرة الحديث الذي تقوله حضرتك الآن أنه لا، زادت وباتت المظاهر الإيجابية أكثر بزوغا، لماذا في كل مرة يتم المحاولة لضرب النسيج الاجتماعي المصري تأتي المسألة بمردود عكسي على المستوى الاجتماعي، وبعيدا عن الحديث الذي لن أقول تعتري درجة من الشيفونية لكن درجة من الزهو بالذات، والمصريون محبون لأصالتهم ولطبعهم وما إلى ذلك، لكن على المستوى الاجتماعي كيف يمكن تأصيل هذه الظاهرة؟ الشعب المصري شعب عريق، عمره أكثر من 6000 أو 7000 سنة، ومر في ظروف ومحن كثيرة كادت أن تكسره لكنه لم ينكسر. عبر التاريخ استطاع أن يهزم كل الكبوات وكل الانكسارات التي مر بها، ولدينا نموذج مثلا 67. نعم. في خلال السنوات القليلة جاءت 73 بالانتصار الكبير. هذا هو الشعب المصري، لأنه شعب أصيل مرتبط بهذه الأرض، تماسك عبر السنين. طبيعة الطبيعة المصرية أدت إلى أن يكون هناك تماسكا كبيرا لمقاومة الفيضانات. نعم. لمقاومة كل الأعداء اللي مروا على مر التاريخ في الحياة المصرية، فزاد هذا التماسك ويزداد تماسكا بعد الكوارث. طيب دكتور نبيل، كل الأمثلة التي تفضلت حضرتك بذكرها نكبات ومحن تخص جموع المصريين، هزيمة أو نكسة عسكرية، فيضان، هذه مسألة بحكم الطبيعة تأتي على الأخضر واليابس لا تفرق بين ذوي الديانات المختلفة، لكن المسألة تكون بالغة الخسة والوضاعة عندما يحاول البعض أن يمس النسيج الاجتماعي المصري، عندما تصاب كنيسة فيستشعر المصريون أن هذا مصاب المصريين جميعا. كيف يمكن الوصول إلى طبيعة التكوين النفسي للمصريين في ضوء كل ما يعانوه من بعض الأزمات الاقتصادية ومن بعض المعوقات التي باتت تعترض حياتهم وسبل معيشتهم؟ كيف يمكن أن يحافظوا على هذا الوئام وعلى هذه الوحدة التي تبدو فطرية؟ في الحقيقة لا، ما نقدرش نفصل بين النسيج الوطني المتماسك وبين الظروف الصعبة اللي مر بها المصريون عبر هذا التاريخ الطويل. هي في الحقيقة واحدة. وعلينا أمام هذا الحدث الجلل والأحداث التي تمر بنا لمحاولة
كسر هذا النسيج الذي لن ينكسر أبدا، علينا أن نتماسك أكثر، علينا أن نقاوم أكثر، علينا أن نعمل أكثر، علينا أن نتفائل أكثر للمستقبل. لا تهزمنا روح الهزيمة، وده طبعا لم يحدث ولن يحدث. نعم. علينا أيضا أن نرى كيف نواجه هذا الخطر الذي يواجهنا بأساليب متعددة وكثيرة. نعم. ربما يكون فيما بيننا ناس ضعاف يتم استغلالهم، فعلينا أن ننقذ هؤلاء من هذه الهجمة الشرسة عليهم. نعم. يمكن الناس أن تضعف ويتم اللعب بعقولها، فعلينا أن نبحث في جذور لماذا ضعفت هذه النفوس ونواجه الأسباب التي ساعدت على إضعاف هذه النفوس واستغلالها. نعم. الرئيس الأمريكي السابق على يد حال باراك أوباما عندما وفد إلى القاهرة في 2009 قال القاهرة أو مصر العصية على الزمن، يبدو أنها عصية كذلك على أشياء أخرى. أشكرك شكرا جزيلا دكتور نبيل صموئيل المدير العام للهيئة القبطية الإنجليزية للخدمات الاجتماعية السابق، شكرا جزيلا على انضمامك لنا.